ثم ختم يعني كلام جميل، لأنه يضطرب علماء الإمامية، مرة يقول الصحابة هم الذين أدخلوا آية التطهير في هذا السياق، وفي أناس منهم يقول النبي هو الذي أدخلها هنا حتى لا يحرفها الصحابة. إذن هذا القول الثالث، نعم أضف إليه قولا ثالثا. نعم، إذن قول الصحابة، قول النبي، قول الله. أحسنت. وفي هذا يقول محققهم جعفر مرتضى العاملي ردا على من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقحم آية التطهير في سياق الزوجات ليس بأمر الله، نعم يعني باجتهاد منه، بأن فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بطمس الحقائق وتضييع حق الإمامة، بل وتحريف القرآن وصرفه عن معانيه التي أراد الله تعالى، حيث قال في كتابه أهل البيت في آية التطهير صفحة 112-113 إن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إن كان بالشكل الذي يوجب حجب دلالة آية عن معناها المقصود فهو غير معقول، لأن ذلك بذاته يكون تحريفا للقرآن وتضيعا للحق، ويجعل الناس معذورين بالمخالف ويكون لهم الحجة بعد الرسل. الله المستعان. كلام جميل، جزاه الله خير. تناقضات خطيرة. طبعا طبعا. أنت احسم هذا كله بقول الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انتهى الأمر. الله أكبر. إيه؟ فاصل يا شيخ، نأخذ فاصل تمام. تستريح ثم نعود. فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.